الأمطار غزيرة وقوية بحول الله، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب. ابتداء إن شاء الله من بعد زوال اليوم والأيام القادمة وآخر تطورات أحوال الطقس بالمغرب في هذه النشرة الإدارية من المستوى البرتقالي، فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، شكرا لكم. أما بالنسبة للتوقعات بعد زوال اليوم، رياح نسبيا قوية على شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة وسوس، سوف تعرف رياح قوية، وكذلك أقصى شمال المملكة والجهة الشرقية بإذن الله. بالنسبة للتوقعات بعد الزوال إن شاء الله، فيحتمل أن تكون أجواء غير مستقرة خصوصا على مرتفعات أطلس وعلى الجديدة وخريبكة وكذلك الدار البيضاء، مع احتمال بعض التساقطات المطرية بإذن الله. بالنسبة لتوقعات يوم الأحد، أجواء غير مستقرة كذلك أقصى شمال المملكة، مع احتمال بعض التساقطات المطرية وكذلك دخول عاصفة مدارية على أقصى جنوب المملكة على القويرة بإذن الله وأوسرد وكذلك سمارة وكذلك طنطان وبوجر وأكادير بإذن الله. سوف تعرف أمطار غزيرة على بولفاع وأيتباها وتيزنيت بإذن الله، كذلك تساقطات مطرية معتبر إن شاء الله على السفي وورزازات وتريوين وفم مزقيد بإذن الله وقلميم وطنطان وطرفاية. سوف تعرف كذلك أمطار حاضرة على الزاق وأشت، أمطار وعواصف رعدية معتبرة بإذن الله، مع احتمال تساقطات أمطار جد غزيرة غزيرة إن شاء الله واستمرار يوم إن شاء الله الثلاثاء. والمدن المعنية فهي كالتالي: أمطار حاضرة على البروج بن قرير، قلعة سرغنا، سيدي بوعشمان، شيشاوة، مراكش، أكادير، تبانج، أزيلال. أمطار حاضرة على كذلك الروماني، والماس، أمزميز، أوكيمدن، إمن جانوت، ورزازات، تريوين، تيرودانت، تازنغت. أمطار حاضرة على أكادير، بلفا، أجباها، إغرم، مع تساقطات ثلجية فوق المرتفعات الأطلس الكبير. أمطار حاضرة على سيدي إفني، تيزنيت، قلميم. أمطار حاضرة إن شاء الله كذلك العاسة وطنطان بإذن الله، وقد تصل حتى السمارة، وأجواء غائمة على القويرة وأوسرد مع احتمال تساقطات مطرية. أمطار خير معتبر إن شاء الله كذلك في فترة بعد الزوال اليوم الثلاثاء 14 فبراير، دخول بعض التساقطات المطرية الضعيفة محليا على ميدلت، بني ملال، خنيفرة، خريبكة، سيدي سليمان، دار البيضاء، الرباط، سطات، برشيد، القارة، طنجة وتطوان والعرائي سيدي سليمان. بالنسبة لتوقعات يوم الأربعاء، دخول أمطار غزيرة وقوية بحول الله، منخفض أطلسي معتبر إن شاء الله. ما زالت التوقعات ثابتة لأن التوقعات بدأت تقترب إن شاء الله ابتداء من الأربعاء إن شاء الله 15 من هذا الشهر، فسوف تعرف المملكة اضطرابات قوية محليا ودخول منخفض أطلسي محمل بكمية هامة من الأمطار، أمطار غزيرة قوية محليا على طنطان وقلمين بإذن الله وتيزنيت، طاطا، وتريوين، تارودانت، أكادير، ورزازات، مراكش، شيشا، الصويرة، الدار البيضاء، أسافي، بن قرير، سطات، خريبكة الجديدة، الرباط، سالة، المحمدية، وكذلك سيدي سليمان، فاس، تطوان، العرائش، قنيطرة، باب الرد، وكذلك المدن المجاورة، فسوف نفصل لكم إن شاء الله عندما تقترب المدة. وكما تشاهدون اضطرابات قوية محليا سوف تشهد المملكة خلال الأيام القادمة إن شاء الله. نسأل الله تبت أمطار غزيرة، وسوف تمتد التساقطات المطرية على الجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية وكذلك الواجهة المتوسطية بإذن الله. توقعات تشير إلى أن الاضطرابات القوية محليا سوف تستمر اليوم الخميس كذلك، وتؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وكذلك تشكل تساقطات مطرية بإذن الله فوق المرتفعات، مع احتمال هبوب رياح نسبيا قوية خصوصا على السواحل وكذلك الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة. يتوقع كذلك يوم الجمعة اضطرابات جد معتبرة على الجنوب الشرقي وأقصى شمال المملكة، سوف تعرف تساقطات مطرية جد معتبرة بحول الله. بالنسبة للأقاليم الجنوبية المملكة، أجواء مستقرة إلى قليل السحب. أما بالنسبة للفترة المسائية يوم الجمعة، استمرار الأجواء المطرية وكذلك أمطار متمركزة على الجنوب الشرقي على زقور، مرزوقة، وكذلك الرشيدية والريش، وكذلك تبانج ومرتفعات الأطلس، أمطار وثلوج معتبرة. خلال كذلك الأيام القادمة، فيحتمل استمرار بعض التساقطات الضعيفة على الجهة الشرقية ومرتفعات